مشاهدينا الكرام مشاهدي شوف تي في مباشرة معكم شارع الحسن الثاني. عيب وعار أن الحالات الشاحنة تتنظف سكت تراموي في هذه الوقيتة، الناس ناسين أني راه مايمكنش لها واحد الضجيج ما كتقبلوش. الاصوات بقات تسمعها متناعس، راه خطير. راه هاد الشاحنه راه كتنظف المسار ديال الترامواي، يعني باش يبقى الشيفور ديال الترامواي يسمع الصداع، ولكن راه ما كيديروش الصداع بالليل.